هذه الأجهزة وكي نوفرها للجميع. إذن أقدم لكم أثمنة أجهزة الاستقبال التي توجد في السوق المغربي والمتواجدة بشكل كبير جدا والموجودة في كل المدن في المغرب. وضعت هذا الموضوع كي يسهل على كل من يريد اقتناء هذا الجهاز ولكي يتم النصب عليه. نبدأ بأجهزة الجيل الثالث، وهي من أحسن الأجهزة الموجودة في العالم والذي أنصح الناس بأن يقتنوها، وهذا جدول به أحسن هذه الأجهزة مع صورها وأثمانها. إذن جهاز الفيو بلس، وهو أول جهاز ينصح باقتنائه، وهو من الجيل الثالث. ثمنه في المغرب يصل إلى 1500 درهم. هذه الإحصائيات سنة 2013، والآن قد تغيرت. يمكن أن تقتنيه ب 1200 درهم تقريبا أو 1000 درهم يمكن اقتناؤه، يعني متوفر في الأسواق المغربية. هنا الفي اي بلس اونو أيضا 1800 درهم، يعني الثمن قد ينقص نوعا ما عن هذا التيبل. المهم هذه الأثمان هي الأثمان في سنة 2013. أنا عند البحث وجدت في منتدى آخر أنا نفس الأثمنة لم تتغير، يعني لم يكن هناك أي تحديث. يعني فمثلا هذا الجهاز في اي بلس اونو يعني في الأسواق 1200 درهم، هنا الفي اي بلس ديو 1400 درهم، سيكون ثمنه هو تقريبا 1500 درهم أو 1800 درهم، بين 1500 أو 1800 درهم. هنا الفي اي بلس اولتيمو يعني 4000 درهم، ولكن ليس هذا هو الثمن الآن. يعني قد مرت 2019، قد مرت تقريبا 6 سنوات أو 7 سنوات يعني على صدور الجهاز، يعني سيكون الثمن قد انخفض كثيرا. هنا دريم بوكس 1300 درهم كما ترون، وهنا دريم بوكس 800 اس اي 1300 درهم، دريم بوكس 500 اس 400 درهم، هذا دريم بوكس الاس دي العادي، هنا الاكستراند 5000 1300 درهم، الاكستراند 9000 2500 درهم، هنا الجولدن ميديا ريلودد 900 درهم، هنا الازيد بوكس اتش دي 1000 درهم. يعني هذا ثمنها يعني غالي جدا، ما هي الخصائص التي توجد بهذا الجهاز ازيد بوكس؟ المهم في اي بلس اظن انه احسن من هذا الازيد بوكس. البوكس ميني 1400 درهم، الفي اي بلس سولو مقلد او كما نقول بالدارجة الشينوا في اي بلس شينوا 1300 درهم. إذا هناك أيضا أجهزة من عائلة NXP، هذا نوع من الريسيفرات موجود به سيرفر شركة مجان يعمل مع 3G، ويمكن وضع أفلام أو فيديو على فلاش ديسك أو كلي USB ومشاهدة الفيلم أو الفيديو، ويمكنك التسجيل من القناة. هنا البيناكل 9000 HD كما ترون 900 درهم، ولكن ثمنه الآن أقل من 900 درهم، يمكنك أن تشتري ب 700 درهم تقريبا، يعني 200 درهم قد نقصت من 2019 إلى الآن، لأنه جهاز مميز. أيضا بيناكل 9500 HD يسوى 1050 درهم، لكن هنا الصور لم تعد متوفرة، لأن الرابط قد تم تغييره أنه منذ سنة 2013. هنا 600 درهم البيناكل 8500، وهنا ميراج 5500 درهم، هنا ستارسات 900 درهم، ستارسات 2000 HD 1000 درهم، وهو لا زال الآن في هذا الثمن أظن بين 900 درهم و 1000 درهم، يعني ريفوليسيون 650 درهم، وهذا الثمن قد خل أظن أنه أصبح 450. هنا التايجر 800 HD 1000 درهم، أظن أنه أصبح 800 درهم الآن، لأن هذا هو هذا التايبل قد حددناه، وكما ترون هذه كلها أثمنة قديمة، أثمنة منذ سنة 2013. سامسونج 90 HD 600 درهم، سامسونج 600 درهم، سامسونج 80 800 درهم، فيزيون 600،
600 درهم فيزيون 800 700 درهم أطلس إي 100 900 درهم ولا زال ثمنه مرتفع الآن. الأطلس الأوبن بوكس الإس 10 500 درهم والإيكولينك 50 500 درهم والجالكسي 2135 550 درهم. هذه الأثمنة ليست أثمنة يعني لهذا العام 2019 بل هذا كتحديث الأجهزة كي نذكر بأثمنتها وكم تم النقص في أثمنتها. إذن كما ترون هذا هو الموضوع على منتديات ستار تايمز للأخ محمد الوينرسي. كما ترون هذا هو موضوعه الخاص أضعه لكم في الوصف كي تستفيدوا. هذا المنتدى ستار تايمز الذي يقولنا أنه قد توفي هذا المنتدى يعني لم يعد يعطي أخبار جديدة. فكما ترون على الأقل موضوع جيد جدا ومحترم يمكن الاستفادة منه. وكما ترون هنا بعض الإخوة أيضا قد قاموا بنقل الموضوع من منتديات أخرى. أيضا سأقوم بإرفاق هذا الرابط في الوصف كي يستفيد الجميع. إذن هذه كانت إطلالة على أثمنة الأجهزة. وهنا كما ترون أيضا في التابل لا توجد أجهزة أيكون, لا أيكون أيرون ولا أيكون أيرون بلاس ولا أيكون 4K. لا توجد هذه الأجهزة لأن أجهزة حديثة قد ظهرت يعني قبل أشهر في الأسواق العربية والجزائرية وأيضا المغربية, فهي لن تجدها في هذا التابل لأنه غير محدث. إذن كان هذا فيديو اليوم. إذن كان هذا هو فيديو اليوم. شكرا لكم على المتابعة ولا تنسوا الاشتراك في القناة بالضغط على زر سبسكرايب وتفعيل الجرس والضغط على أول ليصلكم كل جديد. وأيضا لا تنسوا مشاركة الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي كي نستفيد جميعا من المحتوى وكي يستفيد الجميع من هذا المحتوى الذي أضعه على القناة. شكرا لكم على المتابعة. نلتقي بفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.